أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، قوم أنا كسر مالي جدار مذنون. الصمت وارمي كل سنين القتل القهر الظلم السل الخوف سرقوا بلادك قوم شوف قصة مكشوفة والمجرم معروف لا تكمل عمرك مظلوم فريت جناحاتك عالكون قوم سوريا صارت مزرعة الحاكم ولد بدنا نعمر سوريا بلد واحد للكل بدنا سوا نبنيها كرامة وحرية وعزم إلنا حق لو تنشق الدنيا شق ما رح نرجع فجر الحرية عم يطلع صرخ خلي الدنيا تسمع لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك نحنا هزينا الأرض بصوت الكل بيكفي زل هزينا الأرض بصوت الكل بيكفي زل لا للموت ولا للزل لا للموت ولا للزل ارحل انت الشبيح الأول حبيبي يا نور العين لو لو يا هديل اسمعي شوي اسمعي اسمعي والله انت بحبك اكتر وحدة بالدنيا يعني لو لو اسمع شيء تاني يعني احساس تاني بس بكل الاحوال ليك هلا بدك هذا ليك في صوت جديد عامله اسمعي منيح ليك بس مرة واحدة بدي اقولها اوكي اسمعي اسمعي واك 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 سيدي سيدي شش شش بوتن شو ماشي اوكي نحكي بعدين يلا سلم لي على مدفيديف ومنحكي بعدين يلا باي باي يا مو عيب عليك يا شبيح ليش هيك فايت مثل على يعني والله يا سيدي في شيء كتير خطير خير شو في سيدي الطوائف طلعت بيان مشترك ضد النظام شو عم تحكي انت ايه والله يا سيدي وشو عم يقول هذا البيان قال وحدة وطنية وإنه الطوائف كلها واقفة ضد النظام وإنه الحرب الطائفية ما رح تنجح سيدي صحيح الحرب الطائفية ما رح تنجح وكلك أنت كر أنت رجع لورا طيب شو صار بالخطة اللي عملناها مشان ضرب الأقليات مع الأكثرية شو صار فيها يا شبيح كتير خطة سهلة يعني منقول منضرب هدول ومنقول إنه هدول ضربوا هدول وبنرجع منضرب هدول منقول هدول ضربوا هدول وهيك بصير يعني مشاكل طائفية والله يا سيدي بعد ما عم نهجم عليهم عم يطلعون هدول اللي بيسمونا عقلاء عم يقعدوا مع الناس ويرجعون على بيوتهم ويكتشفوا إنه نحن اللي عم نضربهم يا عم طيب تخلصوا من كل العقلاء شو عم تعملوا لكان ما بدي ولا عاقل بهالبلد أنا العاقل الوحيد هون منتخلص منك أنت كمان سيدي بقول لك نزل برودة نزل شو أنت كر أنت والله يا سيدي شكلهم هالعقلاء أكتر كل ما منتخلص من واحد بيطلع لنا واحد جديد طيب اسمع لك لكان خلي العالم كلهن يجنوا والعقل يضيع وكيف منعملها يا سيدي بسيطة كتير الغرور منخليهم يكونوا مغرورين الغرور بيخلي العقل يروح وبيصير يشوف غير الواقع وكيف بتصير هاي؟ سألتني كيف بتصير أول شيء بتحسسهم إنهم أقوياء المتظاهرين أفسدهم بالمال وهيك منخلق تيارات بقلب الحراك وندعمها بالمال ومنشق صفوفهم خلي العالم بالثورة تركض ورا الشهرة والنجومية خليهم ينغروا ويشوفوا حالهم قادة للثورة ويطلعوا على التلفزيونات ويحكوا عن بطولاتهم بالفيسبوك وهيك بينثوا الهدف الأساسي من الثورة مد الناس بسلاح للكل الجيش الحر وغير الجيش الحر وشوي شوي منخليهم يسيطروا على مناطق وهيك بيعتقدوا انهم أذكياء أكتر منا وشوي شوي الناس بتقتنع انه السلاح هو الحل الوحيد لاسقاط النظام وقتها بس بيصير عنا مبرر لاستخدام الاسلحة الثقيلة وبالقوة والوهمية والفساد بضيع العقل ايوه يلا بسرعة
نفذ الخطة بسرعة. حاضر سيدي. ألو؟ بعدك هون؟ كهدولي؟ لو 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 لا ثوية مثاكل يعني بوتين؟ لا أنا ما بعرف حدا اسمه بوتين. لا ما بعرف غيرك أنت. لا ولا يهمك ولا يهمك. اسمعي لك لا المثاكل هيك مثاكل بلد وكذا وهي المثاكل. لا لا لا